بسم الله والحمد لله والله أكبر. ربنا اجعلنا حذرين واجعلنا نحذر أعداءك أجمعين ولا تجعلنا نخشى أحدا سواك. الله أحق أن يخشى وحق أن يطاع وحق أن يشكر. سبحانك الله. قول ربي، الآية التاسعة من سورة البقرة. ود كثير، أي عندهم إلحاح في امتحان نحو تحييدنا عن الإسلام وإخراجنا من بركات الإسلام، ويجعلون في طريق الانحراف اللي هم في غرق. ود كثير من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، أهل الخسارة، لو يردوكم من بعد إيمانكم كفار. ودر عملوها من زمان عن طريق بني أمية وعن طريق العباسيين وغيرهم، دائما يجيو حتى المستشرقين بتاع السنوات والعقود السالبة يخدموا في خدمة التثقف. بس شنو كما تقول انت، التغذية المتبادلة، انت تفيدني وانا نفيدك. منين جاء هذا انت تفيدني وانا افيدك؟ انا اقول بالقران اللي انت كافر به وعدو له وتريد تحريفه، كما سبق ان حرفتم التوراه والزبور والانجيل. ونحن مؤمنين بكون القران لا تطاله اي ايدي آتية. احنا ما نتفقوش، انتم على خط الشيطان واحنا على خط الرحمن، ما يتلقاش طهر ونجاسة ابدا، ما يتلقاش يقين بشك، انا مدمر، نسأل الله السلامة.